نستهل جولتنا في قراءة أبرز عناوين صحف آسيا وأوقيانوسيا لهذا اليوم من إندونيسيا، إذ ذكرت صحيفة جاكرتا جلوب أن البلاد تلقت شحنة جديدة بحوالي 1.3 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد بموجب آلية كوفاكس العالمية. وفي ملف آخر، أفادت صحيفة جاكرتا بوست أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 8.75 مليون إندونيسي في فبراير الماضي، بزيادة قدرها 1.82 مليون مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بحسب الوكالة المركزية للإحصاء. وننتقل إلى الهند، إذ كتبت صحيفة The Indian Express أن عشرات الملايين من الأشخاص يغرقون في براثن الفقر في الهند على خلفية اجتياح جائحة كوفيد-19 لها. ومن جهتها، ذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن دلهي سجلت يوم الأحد 13,336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في انخفاض ملحوظ على الأرقام المعلنة الأسبوع الماضي. ونختتم جولتنا من الصين، إذ أفادت جلوبال تايمز أن بعض المسؤولين الهنود والأوروبيين أشادوا باستئناف المحادثات التجارية بين الهند والاتحاد الأوروبي والاتفاق على شراكة معززة للسعي لاستبدال الصين وسط معارضة متزايدة لاتفاقية الاستثمار بين الصين وأوروبا. وفي موضوع آخر، أفادت صحيفة بيبل ديلي أن حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الصيني دخل إلى الغلاف الجوي يوم الأحد وفق ما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية.